الحلقة دي ممتعة ومشوقة، يا ريت تكملوا الفيديو للآخر، وفي الآخر هنشوف معجزة عظيمة للبابا كيرلس السادس. نبتدي بالمستشار عبد المجيد جابر، كتب: الذي يؤكد على عدم رضا الله على تعدد النساء أنه لما خلق آدم خلق له حواء ولم يخلق له 4 نساء. الله لا يقبل الظلم أبدا. طبعا جات له تعليقات كتيرة، منها حد كتب له: ولما أخطأت حواء لم يقل الله لآدم سيبك منها وهخلق لك 3 غيرها، بل حملهما كلاهما نتيجة خطائهما وطردهما من الجنة. وعندما أغرق الله العالم وكانت البداية الجديدة كما أرادها الله في أيام نوح، كانت لنوح امرأة واحدة، كذلك كان بنوه لكل منهم امرأة واحدة أيضا. وفي الكتاب المقدس مكتوب: وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافس، هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. نوح وبنوه الثلاثة كانوا 4 رجال ولهم 4 نساء فقط، لكل رجل زوجة واحدة، فيكون الجميع 8 أنفس بشرية. حد تاني كتب: صحيح تماما، خلق الله حواء واحدة لآدم برغم أن العالم وقتها كان في أشد الاحتياج للتقاصر والعمران. نيجي بقى للحد اللي نشر الصورة ديت، بالطو من حادثة الجلالة، وكتب عليها: بالطو من حادث أتوبيس الجلالة وصاحبه توفاها الله. أول ما شفت الصورة ما جاش في بالي غير الدكتور حازم شومان لما قال الشهادة، طبعا شهادة الطب يقصدها، اللي انت رامي دينك عشان تاخدها دي ممكن تموت قبل ما تكسب قرش من وراها، فين عبادتك اللي هتدخل بيها القبر؟ فعبد الله رد على كلامه وقال: لو جينا نتكلم عن الموقف ده بشكل منطقي، اول حاجة لازم نقولها ان استخدام صورة شخص مات للتأثير على الناس واقنعهم بفكرة دينية معينة خصوصا في وقت صعب زي ده كلام مش مظبوط. لما يبقى دم الشخص لسه مبردش وتستغل صورته عشان تروج لأفكارك، ده بيقول انك مهتم بالمظاهر مش بالمعنى الحقيقي للدين. لو كنت فعلا بتحب تكون مخلص في كلامك وبتفكر في الدين بجد، كان ممكن تقول حاجة زي: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وان دي خاتمة حسنة في ظاهرها. دي طريقة راقية تكرم الشخص وتحترم حالته وفي نفس الوقت توصل رسالة دينية. ايضا دكتور خالد منتصر علق على نفس البوست والصورة وكتب: هو انتوا يا سماسرة الدين ما عادش عندكم بضاعة الا الموت والخوف والرعب وتعبان القبر؟ هو عشان اختار الطب والبلط الابيض يبقى رامي دينه؟ ما تلك الجلافة وغلصة الحس وانعدام الإنسانية التي باتت صفات أصيلة في كل من يطلق على نفسه ملتزم دينيا؟ حازم شومان ده على فكرة طبيب بس اختار لنفسه طريق الدعوة بمثل هذا الكلام. لماذا صرنا أعداء الحياة؟ هل لأنكم تريدون ترقيع هشاشتكم الفكرية وتهافت منطقكم ورعبكم من انفضاض الشباب من حولكم؟ هل يريد طيار الظلام أن ينشر فكرة الانتقام الإلهي وأن السماء متفرغة لتنفيذ أمنيات ورغبات هؤلاء المرضى؟ حد تاني كتب: ما جاش في باله غير حازم شومان. طب ما جاش في باله أهل المتوفى؟ ما جاش في باله أمل أسرة ومشروعهم في الحياة اللي راح في ثانية؟ ما جاش في باله إحساس الأم ولا كسرة الأب؟ ما جاش في باله إحساس الأخ أو الأخت اللي مش هيشوف أخوه تاني؟ جاسمين كتبت للدكتور خالد: زي اما انت ما عندكش بضاعة غير انك تدور على ناس مش موجودة غير في خيالك المريض وتدعي ان هم دول المتدينين. فالدكتور خالد منتصر رد عليها قال لها: معقول يا حاجة؟ نهى كتبت: شماتة في الموت، معايرة بالموت، دروس وعبر ملهاش لازمة في وقت وجع وصمت وحداد، احساس انتصار غريب انهم يشوفوا شباب ماتت فيتمطعوا وياخدوها فرصة لدروس في غير وقتها وحكم باردة. احمد كتب للدكتور خالد: البوست مش الغرض منه اللي انت فهمته خالص، بس الحمد لله انك ما فهمتهوش. فالدكتور خالد رد عليه: انت عبقري،
مش ممكن نوصل احنا الغلابة لعبقريتك. فاحمد مسكتش ورد على الدكتور خالد وقال له ملهاش علاقة بالعبقرية، بس ليها علاقة بالبعد عن التطرف. هو يقصد ان الصورة فكرته بعلاقته وعلاقتنا بربنا لازم تكون ازاي. ممكن يكون الوقت غلط، بس هو عنده وجهة نظر، انت مش مؤمن بيها براحتك، بس ما تحاولش تطلعه على المسرح لانك اقل منه افادة للعامة في المجمل. انت متطرف اكتر من معظم المتطرفين. فالدكتور خالد رد عليه تاني وقال له يا راجل معقولة بقى الصورة فكرته بعلاقته بربنا؟ مش بقولك عبقري يا حاج. ايضا نشر الدكتور خالد منتصر صورة الشعر اللي بيهفهف دهوت، بس ده مش شعر حقيقي، دي باروكة، وكتب بدء دراسات مكثفة في معامل ناسا للإجابة على سؤال حير العلماء، الصورة دي كيف تثير السلفي؟ ولماذا تغطية هذا العضو تعتبر قضية المسلمين والمسلمات الأولى والحيوية والمصيرية؟ العلماء قربوا يحلوا ثلاثة أرباع الغاز الكون إلا اللغز ده. أيضا نشر في التعليقات السلفي هو من يحاول إقناعك أن صوت الموسيقى تزعج الله أكثر من صوت الطفل الجائع وصوت القنبلة الذرية، وأن شعر المرأة يغضب الله أكثر مما يغضبه بيعها وشراؤها وسبيها. فمحمد السيد كتب للدكتور خالد قال له يعني لو قلعت تبقى حرة، والعلمانية بتقول كده، ولو غطت تبقى متخلفة. وخالد منتصر يضحك وهاها محدش فرض عليك الحجاب ولا على أهلك، أنت مش عايز تحجبهم أو عايزهم يمشوا ملط، محدش برضو منعك، ليه تدخل في اللي ملكش فيه؟ فسوسكا ردت عليه وقالت له يا أستاذ محمد ليه دايما عكس الحجاب هو القلعة؟ أنا مثلا غير محجبة، ولا بلبس ضيق ولا قصير ولا حتى نص كم. شريف برضو كتب له يعني ايه قلعت ومشيت ملط؟ عمرك شفت واحدة قلعة او ملط؟ وحط صورة بنات مدرسة المنصورة الثانوية عام 73، بيقول له بقى دول ملط ولا قلعين؟ نرمين برضو علقت ونشرت الصورة ديت وكتبت هم السيدات قبل الحجاب كانوا بيمشوا ملط، يعني في الصورة دي دول ماشيين ملط؟ ايه التفكير ده؟ نادية كتبت والمشكلة ان اغلب الانحرافات والموبقات مش بتخرج الا من المحجبات والمنتقبات وراء التستر. ونرمين علقت وخيانات زوجية كمان كل يوم وحوادث قتل الزوجة لزوجها. نادية علقت على الصورة اللي نشرها شريف وكتبت بصراحة صورة جميلة وحضارية ومحترمة هما ومدرساتهم. ايه الجو الغريب اللي اصبح دخيل على بلدنا من يوم الرئيس السادات مشجع وبعدين هو نفسه لم يحجب الست جيهان لغاية ما ماتت. ونرمين علقت واضافت دي كانت بتلبس مايكرو جيب، والدتي كانت تحكي لي دايما عنها. فشريف حمادة كتب نعم وكانت الموضة السائطة وقتها ولم تكن الفساتين او الجيبات القصيرة تلفت النظر. ونرمين أيدت الكلام ده قالت نعم وكانت والدتي تلبس نفس الموضة، لكن كان في بيلبسوا الملاية اللف واللي تطورت حاليا إلى حجاب وعباية. إسماعيل حسني كتب مخكم كله في القلع واللبس وتعدد الزوجات والسبي والجواري، فوقوا يرحمكم الله. عماد بقى كان ليه رأي تاني قال له بمنطق حضرتك كده يبقى نساء الأرض الذين بلا قطعة القماش لتعباكوا دي دول بنات ونساء كخة، واللي مغطيين شعورهم دول هم شرفاء العالم. طب بذمتك وعقلك وضميرك ده قياس للأخلاق والسمو والعفة والشرف، ولا الحكاية مجرد شكليات ومظهر ومش مهم السلوكيات والجوهر؟ فكر كده بينك وبين نفسك بس حكم ضميرك. مصطفى قال للدكتور خالد منتصر يعني بذمتك في حد عاقل هياخد الحلال والحرام منك؟ احزق للصبح ولا حد هيسمعك. فالدكتور خالد رد عليه قال له المهم اللي عندهم عقل وبياخدوا بيه ويسمعوا كلامه. فمصطفى مسكتش ورد عليه قال له يا حبيبي الناس كلها عندها عقل، هو انت فاكر ان انت لوحدك اللي عندك عقل؟ وبعدين لو الغرب بيلبسهم حجاب انت اول واحد هتدافع عن الغرب، بطل تقلد الغرب تقليد اعمى.
فالدكتور خالد مسكتش برضه، رد عليه تاني مرة: وانت بطل تشتري من الغرب تليفونك وتلفزيونك ودوائك واكلك وشربك، ده حتى حجابك مستورد، ممكن تفكك من الغرب وترجع للكهف. ايضا كتب الدكتور خالد منتصر: الدول اللي هتكمل وتفلح هي الدول اللي جنتها على الارض. نبيل كتب: اليابان دمرت بالكامل واستسلمت، وبعد 50 عاما اصبحت ثاني اقتصاد في العالم، وذلك لانها لم تسألك عن دينك او مذهبك او عرقك، انما وظفت عقلك لينهض ببلدك. ايضا حد نشر البوست ده: هو اكبر انجاز حققته الدول المتخلفة هو انهم استطاعوا ان يقنعوا شعوبهم بان التأهل لكأس العالم شيء كبير، وان انهيار التعليم والصحة ده شيء عادي. نبيل كتب تعليق على الصورة ديت: المفروض ان الاولويات تكون للتعليم والصحة والانتاج. ايضا حد نشر البوست ده: هو ان الامة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الجهل بالمناهج الدينية، وتحارب التخلف بالفتاوى، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتكفير، وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب، هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه. التوقيع طه حسين. أيضا كتب الدكتور خالد منتصر: متى يكف المشايخ عن القسوة والإدانة بوصف المنتحر بالكافر وتعذيب أسرته بالقول بأنه مخلد في النار؟ الاكتئاب الجسيم يسلب الإنسان إرادته وإيمانه، هو ضحية لا مجرم. وأيضا نشر الصورة ديت حكم الجماع أثناء سماع الأذان، ففي رجائي كتب له: هي الناس دي فاضية قوي كده؟ فعز كتب للدكتور خالد: الغريب إن حضرتك راجل مفكر وعمال تنزل بوستات غاية في التفاهة، راجع فكرك. ففرح ردت عليه قالت له: أنا لو مكانك أعمل بلوك وارتاح من التفاهة دي، جرب كده. أيضا مصطفى سليمان نشر الصورة ديت: التسمية عند لبس الثياب المعلقة، وكتب مسألة مهمة جدا. أيضا الدكتور خالد منتصر نشر الخبر ده: وكيل الأزهر الشريف: طغيان اللذات أحد أسباب ظهور تغييرات المناخ. مروة كتبت للدكتور خالد: كل يوم يزداد احترامي وتقديري لحضرتك يا دكتور، يا ريت كل الناس عندها قلب زي حضرتك، بس للأسف ناس كتير جدا عديمة الرحمة. ده على موضوع المنتحر اللي بيقولوا عليه كافر. نادية كتبت: exactly، ليه الناس تحكم على ظروف غيرها من البشر؟ ربنا وحده هو العالم بدواخل الإنسان ومتاعبه النفسية، وربنا من صفاته الرحمة مش الجلد. زهرة الصبار كتبت له بقى: نسيت أقول لك، يبقى اكتب متى يتوقف الكهنة والأساقفة عن القول بأن الطفل اللي يموت وهو مش متعمد هيترمي في بحيرة الكبريت لأنه بيحمل خطية آدم اللي هو أصلا ملوش ذنب فيها. بس أنت ما تقدرش تفتح بقك في ده، أنت بس اتعب نفسك ودور عند المسيحية هتلاقي مادة للسخرية أكبر من الإسلام، لكن أنت خايف من غضب أسيادك طبعا. فالدكتور خالد رد عليها قال لها: هل ورم مخك هيتعالج بعلاج ورم مخ جارك؟ بص في ورقتك واسعي لخروج أبناء دينك من نفق التخلف. فردت عليه ومسكتتش زهرة الصبار وقالت له: محدش عنده ورم في مخه غيرك، هم مش جيران، هم شركاء معانا في البلد، والمفروض ان عنصرين الوطن ينهضوا بيهم، لكن زي ما قلت لك انت ضد الاسلام والمسلمين وبس، لان هو الحق، وبدليل ان ملموم عليك في صفحتك كل كاره الاسلام من الملاحدة والنصارى. فنبيل بلبل كتب لها: اسمح لي دكتور خالد ارد، اولا مفيش الكلام ده في الانجيل، ولو حضرتك عايزة تفهمي هفهمك، لو الطفل مات من غير ما يتعمد الكاهن بيرشمه بزيت من الكنيسة وده بيعتبر تعميد، وكلمة لو دورت عند المسيحية هتلاقي مادة للسخرية أكبر، أولا أنت ما تعرفيش حاجة عن دينك كويس، أو بمعنى أصح القرآن الكريم بيعترف بالمسيحية وانت بتستهزئي بيها. جندي كتب لها: زهرة الصبار، هو حضرتك شغلة نفسك ليه بغيرك؟
خليكي في ديانتك، هو مش برضو لكم دينكم ولي ديني؟ حد مسيحي اشتكالك؟ محب كتب لها: طب ما تجيب لنا فيديو كده لكاهن بيقول الاطفال هتترمى في النار، ولا الكذب اسلوب حياة؟ انت بدل ما تردي عليه باحترام جاية تشتمي فينا؟ طب وانا مالي يا لمبي؟ سامح شكري كتب لها: يقول السيد المسيح: دعوا الاطفال ياتون الي، فلمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ليس لديك اي دليل من الكتاب المقدس يتحدث عن ادعائك او حتى اقوال الاباء، ولا يوجد في المسيحية اصحاب فتاوى او تكفيريين، ولن تجدي في اي عظة مسيحية تهديد بالنار حتى للخطاة، بل تجدي الرجاء في التوبة لنوال حياة أبدية. وأنا بقول لها بقى في الآخر: دي شغلة ربنا، هو اللي هيحكم إذا كان الأطفال دول يروحوا الملكوت ولا يروحوا النار، دي مش شغلتنا ولا شغلتك. نيجي بقى للقصة بتاعت المعجزة بتاعت البابا كرولوس. حدث بالفعل معجزة عظيمة، البابا كرولوس جاي عشان يكشف عليك. تقول سيدة فاضلة: تزوجت سنة 2007 ولم أرزق بأطفال، ولم أكن أشعر بحجم المشكلة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك بدأت أتردد على طبيب مشهور بأسيوط لمدة 3 سنوات ولم يحدث حمل في هذه الفترة، وبدأت أقرأ معجزات البابا كيرلس وأبونا يسا، وازداد إيماني بأن الله سوف يستجيب لطلبي، ونصحني الكثيرون أن أذهب إلى طبيب آخر، ولكني كنت أرفض. وذات يوم اشتريت بعض كتب معجزات البابا كيرلس، وفي نفس اليوم أعطتني زوجة أخي زجاجة زيت من دير مريمينا والبابا كرولوس، وقرأت كتاب معجزات باسم يجول يصنع خيرا، ودهنت نفسي بالزيت ونظرت إلى صورة البابا كرولوس وقلت له: يا بابا كرولوس، أنا نفسي في طفل، اديني علامة إنك سمعني وإنك هتستجيب. لما نمت شفت مجموعة أشخاص، تقدم أحدهم وقال: البابا كرولوس جاي عشان يكشف عليك. وطول الكشف وانا اردد: البابا كرولوس جاني زي ما طلبت، انا مش نايمة، انا صحية، السلام ليك يا بابا كرولوس. وشفت صورة ابونا يسا تظهر بجواري ثم ارتفعت على الحائط، ورأيت تمثال السيدة العذراء يتحرك، وكنت اصرخ: السلام لك يا عذراء، السلام لك يا بابا كرولوس، السلام لك يا ابونا يسا. ثم استيقظت وانا ابكي وامتلأت بالامل. وبعد 3 شهور حدث الحمل، وهذه الطفلة كبرت وصار عمرها 3 سنوات وقت كتابة المعجزة. فليتمجد اسم الرب لأنه تحنن علي بصلوات البابا كرولوس. لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.